بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة وطالبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم في قناة إيزي إنجلش وذ مستر محسن. معانا بنكمل شرحنا لمنهج الإنجليش الترم الثاني لسنة 2021-2022، ومعانا النهاردة الوحدة العشرة، الجزء الأول، الوحدة العشرة تحت اسم The News أو الأخبار. يلا نبدأ مع بعض الجزء الأول، وزي ما تعودنا هنبدأ بخطة العمل الخاصة بالفيديو The News. خطة العمل: أول، تقسيم الوحدة وكلمات الوحدة وتدريبات. نبدأ الأول تقسيم الوحدة العشرة The News الأخبار. الجزء الأول هنراجع فيه بعض المفردات الهامة ومرادفها ومضادها، والجزء الثاني هيكون فيه قواعد، هتقسم القواعد إلى الماضي التام، زمن الماضي التام، وبعدين صيغة المجهول، المبني المجهول في زمن الماضي التام. نبدأ الأول بسبيشال فوكابولري أو كلمات مميزة. أول حاجة التعبيرات وحروف الجر، ونبدأ نقراها. نيوز ريدر يعني قارئ أخبار، نيوز ريدر يعني قارئ أخبار. نيوز شانل يعني قناة أخبار. سوشيال ميديا سايتس يعني مواقع التواصل الاجتماعي. بريس كونفرنس مؤتمر صحفي. أويل سبيل يعني تسرب بترولي أو نفطي. close to قريبا من. spokesman for يعني متحدث رسمي باسم. in charge of مسؤول عن. top scorer يعني هداف. news stories يعني موضوعات الأخبار. crash into يصطدم به. zoom in أو zoom out يعني يكبر أو يصغر الصورة. stop press يعني آخر خبر. get on يعني يركب، و get in يعني ينزل، يركب من مواصلة وينزل مواصلة. which is which أيهما يكون أو أيما يكون أو أين يكون. upload to يحمل إلى أو يرفع ملفات إلى، دي خاصة بالإنترنت. download from ينزل أو يحمل من، ده خاصة برضو بالإنترنت. أو download و upload خاصة برضو مجالات الحياة الأخرى. look into يعني يحقق. take out يخرج او يخرج. NASA NASA، وهنلاحظ ان احنا كاتبينها كلها بالحروف الكابيتال، دي تدل على اختصار لاسم وكالة الفضاء الامريكية ناسا. ننتقل الى الكلمات ومرادفها. عندي confirm يعني يؤكد. foreign أجنبي. necropolis يعني مدفن. prisoner أسير. point of view رأي. remarkable بارز. assert يعني يؤكد. align أجنبي. cemetery يعني مدفن أو مقبرة. captive يعني أسير. captive يعني أسير. opinion رأي. و outstanding Paris، فدي نفس المعنى، يعني نقول confirm assure واحد يؤكد. foreigner align أجنبي. necropolis cemetery prisoner أسير captive point of view opinion remarkable outstanding. ننتقل إلى الكلمة وعكسها. وعندي foreign يعني أجنبي، وعكسها native ابن البلد أو ساكن أصلي. confirm يؤكد، وعكسها refute يعني يضحد يعني ينفي أو ينكر. nonsense بلا معنى، sense له معنى. far بعيد. close قريب. deliberately يعني عمدا. accidentally بالصدفة أو قدرا. remarkable بارز. ordinary يعني عادي. peace السلام. war الحرب. punish يعاقب. و reward يعني يكافئ. ننتقل الى الجزء الاخر باستخدام الكلمات المشابهة، وعندنا بعض الكلمات عشان نفهم الفرق بينها ومعناها. عندي channel اولا. channel channel و canal. channel تعني قناة تلفزيونية، على سبيل المثال MPC 1 is a TV channel قناة تلفزيونية. إنما عندي برضو channel لها معنى تاني، إن هي قناة مائية طبيعية. طبيعية يعني موجودة عاديا، زي English channel يعني القناة الإنجليزي أو قناة الإنجليزية، ده اللي هو في بحر الشمال. when you look at the map of UK you can see English channel. بعدين عندي canal.
كانال اللي هي قناة حفرها الإنسان، يعني قناة صناعية أو ترعة. The Suez Canal هي اللي حفرها الإنسان، إنما القناة المائية الطبيعية بنقول عليها بنقول عليها channel. انتقل إلى الفرق ما بين title, address و headline. title تعني عنوان مقال أو كتاب أو لقب، نقول I read a novel, its title Oliver Twist، قرأت قصة عنوانها Oliver Twist. address ده عنوان مكان أو عنوان إيميل، my address is 15 Al-Nasr Street، يعني عنواني هو 15 شارع النصر. إنما headline هو عناوين الأخبار أو الجريدة، العناوين الرئيسية اللي بنلاقيها في الصفحة الأولى، زي Ukraine war becomes the headline، يعني حرب أوكرانيا اللي هي بتدور حاليا هي headlines من أهم الأخبار أو العناوين الرئيسية في الجرائد. find و found هنيجي عند الفرق ما بين دول. هلاحظ ان في بعض الافعال التصريف التاني بتاعها والتصريف التالت بتاعها هو افعال في المصدر بس بمعنى اخر. على سبيل المثال عندنا find، find يعني اجد، التصريف التاني بتاعها found يعني وجد. نقول I found my lost book yesterday، لقيت الكتاب المفقود بتاعي امس. إنما found إذا جت في المصدر أو الفعل الرئيسي أو الأساسي في المضارع معناها يؤسس. يؤسس my uncle is founding a new company، يعني عمي بيؤسس شركة جديدة. وهنلاحظ بعض الأفعال تتساوى معاها، على سبيل المثال see so، see يعني يرى، و so يعني رأى الماضي. foundation يعني مؤسسة، بنقول Egypt foundation for youth and development، مؤسسة المصرية أو الهيئة المصرية أو المنظمة المصرية للشباب والتنمية. space space book a space، space في معنى المطلق بدون استخدام لأي أدوات بمعناها الفضاء. there will be journey to space، هيكون في رحلات في المستقبل للفضاء. space walk يعني مشي في الفضاء، نقول ناسا astronaut successful conduct space walk، يعني قاد رواد فضاء ناسا لسير في الفضاء بشكل جيد او ناجح. a space يعني مساحة، لو هنستخدم معها الاداة النكرة a فنقول a space مساحة او فراغ. next to my house there is a space. a road route، ايه الفرق بين رود وروت؟ رود اللي هو الطريق الطبيعي، يعني we have a new route between Cairo and Alexandria، يعني في هناك يوجد طريق جديد او عندنا طريق جديد يربط ما بين القاهرة واسكندرية. انما عندي كلمة روت نفسها يعني مسار او طريق بس بشكل معنوي. the ship is out of its planned route، يعني السفينة خرجت او جنحت عن طريقها المرسوم او طريقها المخطط او مسارها المخطط. journal journalist journalism و press، ايه الفرق بينهم؟ هنشوف بالتفاصيل. journal يعني جريدة، ودي بتستخدم في الانجليش البريطاني اكتر، غير newspaper يعني جريدة اللي هي بتتشابه مع الكلمة الفرنسية journal، او احنا حتى بنقول عليها في العربي journal يعني واخدينها منهم. الاهرام is a daily journal. journalist يعني صحفي، هو ما يقوم بمهنة الصحافة. أحمد works as a journalist، أحمد يعمل كصحفي. journalism يعني الصحافة بس تستخدم بمجال مهني، نقول Columbia Journalism Review the voice of journalism، يعني مؤسسة الصحافة الكولومبية هي صوت الصحافة. press تعني الصحافة بس كمهنة مش مجال مهني، يعني نقول France Press دي يعني وكالة فرنسية للصحافة، France Press دي وكالة مشهورة. never rarely seldom neither little، الكلمات دي بعدها نقدم الفعل عن الفاعل لو جت في الأول، لو جت في الأول فنقول never have you traveled to سيوة، ألم تسافر إلى سيوة قبل. وبكده ننتهي من الجزء الخاص بالكلمات المشابهة وندخل في التدريب، وعندي 14 بوينت محلولة نشوفها ونفهم هنختار ازاي. number 1 can you give me your email، اكيد email address بدون كلام. number 2 king lear distributed his all properties and wanted to keep his titles، يعني الملك لير وزع كل املاكه وكان
عايز ان هو يحتفظ باللقب بس كملك. Number three, Aoan uses telecommunications technologies to earn a living. يعني اللي بيستخدم التكنولوجيا من اجل الحياة، من اجل اللي هو يكسب عيشه، طبعا اللي هو digital nomad. digital nomad يعني الرحالة الرقمي. بمعنى ايه الرحالة الرقمي؟ يعني الشخص اللي بينتقل ما بين الاماكن وبيصور وبيتعامل بشكل مختلف بحيث ان هو يكسب ماله، زي عندنا المذيعين الشارع او اللي بيصور او المؤثرين بتاع السوشيال ميديا اللي بيذهبوا للاماكن بيرتحلوا من مكان لمكان عشان يصوروا كل شيء مهم. Number four, the Hanoat is a member of a tribe who travels from place to place find food. يعني اللي بيرتحل هو واحد او فرد من افراد القبيلة اللي بيرتحل من مكان لمكان للبحث عن الطعام. اكيد هو نوميد يعني البدوي، البدوي الشخص البدوي اللي هم البدو اللي هم بيعيشوا غالبيتهم في الصحراء وينتقلوا من مكان لمكان بحثا عن الماء والغذاء. Number five, he carries his camera all the time. He must be يحمل الكاميرا بتاعته، اكيد هو photographer يعني مصور فوتوغرافي. Number six, many swimmers are fond of crossing the English. Many swimmers العديد من السباحين مغرمين بعبور، اكيد نسمع عن عبور المنش او عبور القناة الانجليزي. هي القناة الانجليزي اللي هي موجودة ما بين انجلترا وفرنسا، فبنقول English Channel لان هي قناة مياه طبيعية. Number seven, we used to get our news from traditional sources. يعني احنا اعتدنا على الحصول على الاخبار من المصادر التقليدية. Number eight, all of us turn to the internet and media for news. All of us turn it to the internet and social media. يعني احنا تحولنا للانترنت والسوشيال ميديا عشان نحصل على الاخبار وما ناخدهاش من مصادرها الرئيسية اللي هي التقليدية القديمة. Number nine, experts fear that we might accept unreadable news stories. الخبراء يعتقدوا اننا سنقبل بالقصص او القصص الاخبار او نوعيات الاخبار اللي هي غير مقروءة، بحيث ان هو يأثر اساسا على الذاكرة بتاعتنا ومهاراتنا في القراءة. Number 10, engines يعني محركين البحث، فاكيد search engine lead us to wider range. Number 11, we should always what we read and never just accept as true. اكيد لازم نتساءل. question هنا معناها يتساءل، ودي بمعنى دي فعل مش اسم مش سؤال، معناها ان احنا لازم نتساءل او نسأل على الشيء اللي بنقراه وما بنصدقش اي حاجة كأنها حقيقة. Number 12, I work as a for الأهرام news paper journalist. انا اعمل كصحفي في جريدة الأهرام. Number 13, an important reporter, well not the best film star on drama on dream channel. An important reporter, well not the best film star on dream channel. يعني في تقرير صحفي will be interview يعني محرك او محاور او مراسل هيقوم بعمل محاورة او هيجري لقاء على قناة دريم. Number 14, I'd like to watch the channel to know the current events. Current events يعني الأحداث الحالية، أكيد news وهي الأخبار. وبكده ننتهي من الجزء الخاص بده. أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. نجاحك دايما بيكون بيدك، لازم يكون عندك التزام وعزيمة وإرادة وتنظيم وإصرار وثقة بالنفس. وشكرا لكم لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في فيديوهات جاية إن شاء الله.